السلام عليكم، كيف حالكم؟ إن شاء الله تكونوا طيبين. في هذا الفيديو إن شاء الله نقول لكم كيف نرسم الأوتلاين حق Class 2 Cavity Preparation. هنبدأ من السبع. لما نيجي نحدد Class 2 It is very important يكون جنبها في Neighboring. تمام؟ أول شيء لازم نحدد الكونتاكت أريا بين السنتين. فلما نيجي هنا نشوف أوكي فين عند التقاء السنتين، هنا نحدد أوكي. بعد كده بكلي نشوف، يعني هنا لينجولي، هنا أوكي نقطة التقاء السنتين مع بعض الكونتاكت أريا. بكلي حتكون هنا تقريبا برضو نقطة التقاء السنتين أوكي. فنعرف إنه this is the contact area، الحتتين اللي ماسكين السنتين في بعض أوكي. بعد كده كيف حنسوي الكلاس 2؟ حنبدأ نفس الشيء زي الكلاس 1، ال 7 فيها 4 cusps. طيب ممكن نبدأ هنا من الدستل، you're going to go من التريانجولر فوسا، نمشي على السنترال جروف for a straight line أوكي. بعد كده حنخش بكل نص المسافة، lingual نص المسافة أوكي. هنا وصلنا إلينا الفصة، هنا أول بيت هنا. طيب بعد كده إيش حنسوي؟ حنكمل lingually اللاين، حيمشي الأوتلاين حيمشي straight line أوكي. بكلي الكونتاكت شوية بكل هنا، فإيش حنسوي؟ ما نبغى إحنا نطير، يعني بعد كده إنه مثلا وإحنا بنسوي preparation يطير هذا الكسب أو ناكل كتير من السنة، فإيش حنسوي؟ حنلف حوالين الكسب زي كأنه بتلفوا حوالين الميدان، حتلفوا حوالين الكسب كده اللي هو نسوي a reverse curve or S shape أوكي. وحنمشي كده in a straight line، فحيبان هنا عندنا البوكس تمام. فكده حيكون شكل البوكس، يعني حنمشي straight line بعد كده بكل lingual، حتكملوا lingually أوكي straight line. بعد كده بكلي you're going to go around the cusp، طيب زي كأنكم بتلفوا حوالين الميدان وحتمشوا كده straight، فحيبان هنا straight line straight line، حيكون كده شكل البوكس تمام. نفس الشيء لو نبى نسوي distal it's the same concept أوكي. حنحدد أول شيء الكونتاكت area lingually، حنحددها بكلي أوكي. بعد كده نفس الشيء we're going to extend هنا lingually بكلي، we're going to go around the cusp نلف حوالين الميدان أوكي. وحنمشي كده straight line أوكي. وهذا حيكون عندنا البوكس هنا، فthis is حيكون شكل الأوتلاين لو إحنا عملنا a class 2 سواء ميزيال أو ديستل على السبن. نيجي على السكس، is the same concept زي ما أنتوا شايفين هنا already، خلاص إحنا محددين الكونتاكت أريا ديستلي. فإيش حنسوي؟ أول شيء نرسم الأوتلاين الأساسي أوكي حق الأوكلوزال بارت أوكي، زي كأنكم بتسوي كلاس 1 عادي جدا أوكي. نمشي في السنترال جروف، نروح بكل، حنروح لينجوال أوكي نص المسافة، نمشي هنا في الديستال جروف أوكي. بالنسبة للكلاس 2 هنا لازم ننتبه إنه إحنا حنمشي كده لينجوالي نفس الشيء، خط it's a straight line lingually أوكي. عشان دائما هنا لو جينا طلينا في كل الأسنان الكونتاكت لينجوالي حتكون straight في كل الأسنان. طيب بكلي هنا إيش حنسوي؟ عشان عندنا إحنا الدستل كسب بس ما نبغى إنه كله يصير له يعني preparation أو كله يتاكل، فإيش حنسوي؟ حنلف حوالين الكسب نفس الشيء، حنلف حوالينه وبعدين we're going to extend أوكي عشان نسوي البوكس. فهو حيكون في الكسب حيكون صغير بس موجود أوكي. فتاني هنا لما ندخل في الديستال جروف، أول شيء تدخل في الديستال جروف بعدين حنروح نلف حوالينه كده ونمشي straight أوكي. نيجي نروح ناحية الميزيال نفس الشيء، أول شيء نحدد الكونتاكت أريا حقتنا فين مع neighboring tooth lingual، بعدين بكل lingually حيكون straight line، بعدين بكلي حنلف حوالين الكسب هنا reverse curve كده S shape، بعدين يجينا هنا البوكس. طيب لو لاحظنا زي ما قلنا دائما يعني اللينجوال سايد
دائما الكونتاكت حتكون like a straight line. اوكي في البكل عشان الكونتاكت هنا بكلي فتروح تكون الكونتاكت اريا مور بكل. لو جينا نشوف البريمولر is the same thing. هنا محددين احنا الكونتاكت اريا فحنروح نرسم الاوتلاين. اوكي ما ننسى هنا اللتل لينجوال جروف. اوكي بعد كده we're going to go around the cusp ونرسم البوكس. اوكي نفس الشيء هنا في الميزيال سايد. اوكي وكل ما طبعا رحنا مور انتيرير الكونتاكت اريا حتكون اصغر. نفس الشيء you're going to go straight and then هنا you're going to go around the cusp. فكده احنا عملنا الاوتلاين حق كلاس 2. هنا نفس الشيء هنا this is the occlusal part. حنمدها وحنروح a little bit كده حوالين الكسب to preserve the cusps. okay and then we're going to extend the saline. كده احنا شفنا كيف نرسم الاوتلاين في اللور تيث. سوينا كلاس 2 ميزيال اند ديستال. فذس از ذا اوتلاين حقت اللور تيث وحنوريك الاوتلاين اوف ذا ابر تيث. زي ما سوينا في اللور هنبدا هنا بين الفور والفايف. طيب دحين نيجي نشوف الاوتلاين هنا نحدد الكونتاكت اريا بكلي ونحدد الكونتاكت اريا لينجوالي. اوكي بعد كده احنا ايش حنسوي؟ حنرسم الكلاس 1 اوتلاين. طيب حنرسم الكلاس 1 اوتلاين زي ما قلنا from the fossa to the fossa. اوكي بعدين we're going to extend the lingually. extending lingually حيكون straight line. شايفين لما نمدها straight line خلاص اتفتحت الكونتاكت حتتفتح. طيب بكلي الكونتاكت is more buccal فحنروح نفس الفكرة زي اللي سويناها في اللور. we're going to go around the cusp to preserve the cusp. نحافظ على الكسب. we're going to go around the cusp ونطلع زي كده. فحيكون هنا عندنا البوكس هنا بدي الطريقة. اوكي دحين نفس الشيء لما نيجي نروح للسن النيبرينج. اوكي التوث نمبر 5 حنسوي برضو الكلاس 1 outline. اوكي من الفصة للفصة. بعد كده هنا نحدد الكونتاكت اريا. اوكي فلينجولي نفس الشيء لما نيجي نحدد الاوتلاين للكلاس 2 للبوكس لينجولي برضها ستريت لاين. اوكي بكلي حنروح بكل فنروح حوالين الكسب and then we're going to extend كده فحيكون عندنا شكل البوكس هنا. اوكي So this is the outline في الميزيال سايد. The distal side is the same thing. برضو we're going to identify فين الكونتاكت اريا. سنتين جنب بعض. اوكي بعدين بكلي هنا حتكون فهنا حددنا الكونتاكت اريا. فلو جينا نبي نسوي a distal cavity هنا ايش حنسوي؟ we're going to go straight line. اوكي دائما اللينجوال حيكون straight line ال outline حقه ال lingual wall. بعد كده ال buccal wall needs to go buccal. you're going to go around the cusp وترسم هنا خط مستقيم فحيصير عندي هنا ال box. okay خلينا نشوف دحين ال 6 كيف حيكون شكل ال outline. خلينا أول شيء عشان أسهل لكم حيكون نرسم ال outline حق ال class 1. okay نرسم outline حق class 1 في central groove. بعدين حنروح بكلي تلتين المسافة. بعد كده ايش حنسوي؟ حنحدد ال contact area مع ال neighboring tooth buccal and lingual. lingually لو جينا لاحظنا برضو we're going to go straight line. buccally هنا شايفين الكسب نحازم نحافظ عليه for we're going to go around the cusp. we're going to extend كده نعمل البوكس. يعني ما نبى ندخل زي كده through the cusp. لا we're going to go around the cusp. okay زي ما قلنا برضو تخيلوا انه انتوا هنا ماشيين في الخط الرئيسي. طيب وبعدين بتلفوا حوالين الميدان. اتخيلوا الكسب هو الميدان فانتوا بتلفوا حوالين الميدان ما تبوا تخشوا في الميدان. okay go around the cusp and this is the box هنا. طيب بعد كده نعمل الدستل cavity distal outline.
بعد كده ايش هنسوي هنا في الدستل؟ بس لازم تنتبهوا انه نحدد الكونتاكت اريا فين. هنا بكلي لينجولي حتكون ممكن شويه لينجول كده حسب الاسنان. اوكي فا يو جوينج تو اكستند كده في الدستل جروف، يو جوينج تو جو ستريت لاين بدي الطريقه، بعد كده لينجولي هنا لين تتفتح الكونتاكت هنا. اوكي فحتكون شكلها كده اسطوانيه كده شويه. بعدين هنا في البوكس السفن is the same thing. في السفن أنا حرسم بس في الميزيال the same thing. You're going to go من السنتر extend it ميزيالي، تروح بكل شوية تلتين المسافة and then هنا محددين إحنا الكونتاكت area lingually we're going it's going to be a straight line. بكلي we're going to go around the cusp okay in an S curve or reverse curve ويتحدد البوكس. in the distal we're just going to go هنا في الدستل تمشوا مع الجروف حيكون كده مايل شوية زي كأنه درجة كده صغيرة okay حيكون مايل بدي الطريقة ما حيكون straight زي هنا يعني في السكس حيكون الدستل more straight. هنا تمشوا مع الجروف أهم شيء في الأوتلاين تمشوا مع شكل الجروفز حسب الأسنان الموجودة عندكم. كده إحنا نكون وريناكم كيف نرسم class 2 outlines في المكسيلري and mandibular teeth. Thank you and see you in the next video.